تتواصل فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 في حرم جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يستمر المعرض حتى الخامس من الشهر الجاري. المعرض انطلق هذا العام تحت شعار الرياض تقرأ، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر موزعة على أكثر من 800 جناح، مسلطا الضوء على أبرز الكتاب المشاركين وأحدث الإصدارات التي تقدمها دور النشر، إلى جانب الأنشطة الثقافية التي تؤكد على أهمية القراءة ودورها في إثراء الفكر والمعرفة. التفاصيل مع مفادة مركز الأخبار إلى الرياض الزميلة ريم جناحي. حدث ثقافي كبير جاء بمثابة منصة مثالية للكتاب والمبدعين للتواصل مع القراء ومشاركة آخر إصداراتهم. معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 شهد مشاركة واسعة من أبرز الأدباء والكتاب من مختلف أنحاء العالم. إصداري الأخير هو رواية لربما خير الجزء الثاني من بعد نزول الجزء الأول قبل 10 سنوات. اليوم أنا سويت شيء جديد على قولتهم في مجال الكتابة، بأن اليوم أنت لما أبطال الرواية يكبرون وياك 10 سنين والناس أساساً حابين القصة والمضمون اللي صار، فمن الصعب جداً شوي أنك أنت تدخل في هذه المعادلة، ولكن الحمد لله رب العالمين الرواية لقت نجاح كبير في معرض الرياض الدولي للكتاب وقبال باقي المعارض إن شاء الله. اليوم في شيء جديد، مو بس أن الرواية كبروا 10 سنين الأبطال، اليوم الرواية تنقرأ من الجزء الثاني للأول أو العكس، وبالحالتين راح يكون في منحنى ثاني لمفهوم الرواية اللي تكون مكتوبة. الكتابة جدا مهمة خاصة في عصرنا هذا، لأن الناس صاروا يهجرون الكتب ويتجهون إلى التواصل الاجتماعي، إلى السوشيال ميديا، فحبينا من خلال المعارض بعد أن نرجع أيام الكتب الورقية. هذا الكتاب بالذات يعني شوي يختلف عن رواياتي السابقة، لأنه هو خليط من الجريمة، من دراما، من غموض. تعد هذه الفعالية فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والمعرفة والاحتفاء بالإبداع بكافة أشكاله، مؤكدة أهمية الكتابة كوسيلة للتعبير عن قضايا المجتمع وتوثيق التجارب الإنسانية. أنا كفيفة بصر من الولادة، كل الكتاب يدور حول قصتي باختصار، من وقت الولادة إلى أن كبرت، فترة المرحلة الدراسية، فترة الوظيفة، فترة زواجي، إنجاب الأطفال توام الله يحفظهم، إيش المعاناة اللي أنا عانيتها والحمد لله كيف تخطيتها. بدايتي مع الكتابة كانت قصتي شوي طريفة، كنت دائما أتخيل روحي أن أنا في عالم آخر، فأكتشف هذا العالم وقابل الشخصيات اللي فيه. فكنت دائما في الفسحة في الثانوية كنت أقول حق أصدقائي أو أحد أصدقائي عن عالمي هذا وكيف مغامراتي فيه، فجي يوم قال لي ليش ما تكتب؟ فقلت أوكي ما أعرف أكتب كيف ذا، فقمت أقرأ روايات كثيرة، قمت أعرف كيف تنشأ الروايات، كيف تكتب روايات، فظليت تقريبا 15 سنة حتى أصدرت أول إصدار. صراحة كانت تجربة جميلة جدا، وبالنسبة لأول كتاب لي يعني هذه خواطر أنا أعيشها وحبيت أوصلها لكل الناس، وأيضا تلامس أي أحد يقرأ هذه الخواطر بيحس فيها يعني كثير مرة بنفس التجربة هذه، كانت بالنسبة لي الحمد لله تجربة ناجحة وجميلة. يواصل جمهور المعرض الاطلاع على الإصدارات الجديدة والمشاركة في النقاشات الأدبية التي تعزز من المشهد الثقافي في المنطقة. يستمر معرض الرياض الدولي للكتاب باستضافة عشاق الأدب والثقافة من مختلف أنحاء العالم، حيث تتنوع الأنشطة والتجارب الفريدة التي تعكس الإرث الثقافي الغني والتراث الأدبي العريق. من الرياض، ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.